نكمل ان شاء الله الجزء اللي بقى لنا في مجموعه السيتاتيف هيبنوتكس وانزيوليتكس، وهنبدا ان شاء الله في مجموعه ثانيه كده اسمها الميجور ترانكلايزرز، ناخد فيها الادويه المهمه. يعني احنا عرفنا المحاضره اللي فاتت ان كلمه سيتاتيف، يلا يا بنات يا صاحبي، معناها الدواء بيعمل هدوء للعيال، drugs that calm the patient او calm the behavior، ولكن دايما مشكلته ان هو بيعمل ما يسمى بالدراوزنس. وعرفنا معنى كلمة هيبنوتيك تقريبا معناها ايه باي ديفينيشن كده. هيبنوتيك يعني درايفز ذات انديوس سليب، بس قلنا في دايما ديفينيشن ادق ان هو بيعمل ما يسمى بالابنورمال او ارتفيشال سليب. وعرفنا بقى حكايه السليب سايكلز وامتى اقول على دواء هيبنوتيك ان هو ايدل، طبعا ما عندناش دواء مثالي يعني في الهيبنوتكس. وعرفنا ان المجموعه دي بنتكلم فيها على خمس ادويه، اشهر مجموعه فيهم خلصناها الحمد لله اللي هي مجموعه البنزو دايزبينز. هنتكلم النهارده على مجموعه، يعني يا جماعه الصوت صار، مجموعه شبه البنزو دايزبينز في الاكشن ولكن مختلفه عنهم في الكليه، فيقولوا عليهم ذا بنزو دايزبين ريسبتور اجونست. دواء كده من الادويه اللي كانت زمان مهمه قوي وبدات الوقت تفقد اهميتها، مجموعه اسمها الباربيتريتس، وده اسمه الكلورال هيدريت، هنسمع عنه كلمتين صغيرين قوي. وبعدين هنتكلم بقى كده كلمتين اظهر كمان على مجموعه الانتي هيستامينكس اللي بتاخده از اسليب ايد. انتوا ان شاء الله تكونوا ذاكرتوا البنزو دايزبينز وفاكرين ان هي كان فيها نقط مهمه كده في الفايلتكس كده؟ يعني كانوا بيتاخدوا اورا صح؟ وكانوا بيتاخدوا انترا فينا صح؟ لكن انترا ماسكولار ما كانش صح، لان معظمهم كانوا بيمسكوا في البروتينز اوف ذا سكيليتال ماسلز، ما عدا دواء اسمه الدورازيتام. الدواء اللي كان سبيسيفيك شويه في المجموعه كان اسمه كلورازيبيت، كان الوحيد اللي بيبقى ان اكتف ويتحول الى اكتف ميتابولايت باي اتش سي ال، فعشان كده لازم يتاخد في وجود الحمض بتاع المعده. عرفنا ان هم بيعدوا البلاك برين بارير وبيعدوا البلاسنتا ودي ار تيراتوجينيك وماسكين على بلازما بروتين لكن ما فيهمش مشاكل. الجزء اللي كان صعب شويه علينا هو مصيرهم الفيت بتاع مجموعه البنزو دايزبينز. كان بيحصل لهم ايه بقى؟ البنزو دايزبينز في الليفر كان في مجموعتين، مجموعه بيحصل لها ان اكتيفيشن اللي هي قلنا عليها نيتروزيبام واوكسازيبام واللورازيبام وكيمازيبام، يعدوا عليها يحصل لهم كونجريشن ويدوك ان اكتيف ميتابولايت. لكن معظم البنزو دايزبينز بيحصل لهم خطوه في الاول اللي هي الاوكسيديشن، فيتحول من اكتيف لاكتيف، وبعد كده لما يعدي على الليفر تاني يحصل له كونجريشن وان اكتيفيشن. عرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم، اشتغلوا ازاي البنزو دايزبينز. عايزين جمله حلوه كده يعني حاجه منظمه شويه، اشتغلوا باي او كاجونست على سبيسيفيك بنزو دايزبين ريسبتورز اسمهم البي زد ريسبتورز او اسمهم الاوميجا ريسبتورز، وفي منهم نوعين، نوع اسمه البي زد 1 والبي زد 2. لما نشغل الريسبتورز دول بيحصل اوبننج اوف كلورايد شانل، فبيحصل انفلكس اوف كلورايد ويحصل هايبر بولاريزيشن وبوست سيناتيك نيورونال انهبيشن. حتى فاكر الفرق بين البي زد 1 والبي زد 2؟ البي زد 1 ده كان بيعمل سيديشن وهيبنوزس وانتي انكزايتي، والبي زد 2 لما بيشتغل بيعمل انتي كونفلسنت وانتي ابليبتيك وانتي سباستيسيتي. وبالمناسبه دي كانت اهم الاكشنز بتاعت مجموعه البنزو دايزبينز، يعملوا حاجه اسمها انتروجريد امنيزيا لو فاكرين، وكان لهم استعمالات كتير قوي في علاج الانكزايتي وعلاج الانسومنيا وعلاج التشنجات وعلاج الابيليبسي، مش كده؟ وعرفنا العيوب المشهوره فيهم، كان طبعا يمكن من اكثرها ازعاجا ان هم بيعملوا تولرانس وديبندنس واديكشن. مين فاكر سبب التولرانس معاهم كان ايه؟ ما هماش هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز، يعني التولرانس هنا مش فارماكوكايتيك. كان كالعاده لما ندي دواء اجونست يحصل داون ريجوليشن اوف ريسبتورز، فيحصل ما يسمى بالفارماكو دايناميك تولرانس. خلصنا مجموعه البنزو دايزبينز المره اللي فاتت وعرفنا ان هم دي ار سيف دراكس ليهم فيري هاي ثيرابيتيك اندكس، وحتى لو حصل منهم اكيوت توكسيسيتي وده فيري رير اللي اذا خدناهم طبعا مع الكحول مثلا، لكن اذا حصل منهم تسمم سهل علاجهم لان هم عندهم سبيسيفيك انتيدوت كان اسمه ايه؟ فلومازينين. كويس، ده كان بيقفل البي زد 1 و2، ما بيعالجش غير تسمم البنزو دايزبينز، ده ليس له اي علاقه بتسمم مورفين ولا باربيتوريت ولا غيره. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى على مجموعه جديده اسمها البنزو دايزبين 1 ريسبتور اجونست. ومره اتكلمنا عليهم كده بسرعه في المقدمه المره اللي فاتت، قلت لك ان بيسموهم في كتب الفارما ده زد فاميلي، عائله حرف الزد. هم فيهم ثلاث اربع اسامي كده كلهم اولهم حرف زد. اول واحد ظهر فيهم
اسمه زولبي دم. زولبي دم. وبعدين ظهر دواء اسمه زالي كلون، وظهر دواء اسمه زوبي كلون، وظهر دواء هتلاقيه مكتوب في الكتاب اسمه اس زوبي كلون، مش كده؟ اس اي اس. الاي اس دي على فكره هي اختصار حرف الاس. في عندنا حاجه في الادويه اسمها ايزومرز. في عندنا ادويه ليها اكتر من شكل في الفراغ. ففي ادويه بيبقى لها اس ايزومر، وادويه ليها حاجه اسمها ار ايزومر. فبدل ما يقولوا على الدواء اس زوبي كلون يقول عليه كده اي اس زوبي كلون، نفس الدواء. اللي يهمني بقى في الدواء ده اربع خمس جمل كده مشهورين. الدواء ده او الادويه دي كلها ار نون بنزودايزبينز كيميكالي، يعني كيميائيا ليس لهم علاقه بالمجموعه اللي خلصناها خالص. وادي الشبه بينهم وبين البنزودايزبينز، they are agonist على ال BZ1 receptors، بيشتغلوا كأجونست على البنزودايزبين تايب 1. انت توقعت هيعملوا ايه ومش هيعملوا ايه؟ مش كده؟ هيشتغلوا على ال BZ1 ومش هيشتغلوا تقريبا على النوع نمرة 2، فهيعملوا سيديشن ودراوزنس وهيبنوزس، لكن مش هيقدروا يعملوا تقريبا ولا انتي كونفانسنت ولا انتي ابليبتيك ولا انتي سباستيسيتي. يبقى استعمالهم الوحيد تقريبا هو في علاج الارق، استخدموا اونلي از هيبنوتكس. الميزه اللي فيهم ما بيأثروش قوي فتره الرم. فاكرين المجموعه اللي اسمها الباربيتريتس؟ هنقولها تاني ان شاء الله النهارده، بس كانت اوحش مجموعه في المنومات عشان كانت بتعمل ماركت شورتنج اوف رم. ولما تأثر قوي الرم العيان يصحى تاني يوم عنده اعراض اسمها هانج اوفر، مش كده؟ الديسفوريا والتعب والصداع والكلام ده كله. اللي كانوا احسن منهم مجموعه البنزودايزبينز، ما بيعملوش ماركت شورتنج اوف رم. الاحسن من الاثنين بقى مجموعه الزبد دي، اقل مجموعه تعمل ريدكشن اوف ريم، عشان كده هي اقل مجموعه تعمل ما يسمى بالهانج اوفر او ما يسمى بقى بالريباوند انسومنيا لما نوقف. ادي الميزه اللي فيهم بقى. الميزه الاخيره ان هم ليس ماتش ليس لايبل تو تولرانس وديبندنس وادكشن، احتمال الادمان مع الباربيتريتس عالي قوي. احتمال مع البنزودايزبينز موجود، ولكن احتماله مع الزد فاميلي اقل. بالمجموعه دي هي المجموعه المفضله حاليا از هيبنوتكس. يمكن عيبهم المشهور قوي ان هم شورت ديوريشن. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت اي دواء منوم شورت اكتنج هصحى تاني يوم عندي حاجه اسمها ريباوند انكزايتي، مش كده؟ داي تايم انكزايتي. فده العيب المشهور بتاع المجموعه دي. سؤال شفوي مشهور قوي، ينفع اضيع شغلهم بالفلومازينيل؟ يعني هل اقدر اعمل انتاجونستيك افكت للادويه دي بالدواء اللي اسمه الفلومازينيل؟ اقدر، لان الفلومازينيل بيقفل البي زد 1 و2 وهم بيشتغلوا على البي زد 1. خلصنا منهم بقى عشان مالتيبل تشويس. المجموعه اللي بعد كده او الدواء اللي بعد كده هي مجموعه اسمها الباربيتريتس. كانت زمان مجموعه مهمه جدا في الطب، وكنا بنقعد نشرح فيها يمكن ساعتين ثلاثه مثلا. الايام دي او الوقت ده مجموعه الباربيتريتس كمنومات تقريبا ار اوبسوليت. يعني المجموعه دي لا تستخدم في الطب حاليا كمنومات. ويمكن اللي ذاكر المحاضره اللي فاتت يفتكر ان هم لما كان في مقارنه بينهم وبين البنزودايزبينز طلعت الباربيتريتس وحشه قوي، صح؟ بيعملوا ماركت ريدكشن اوف ريم. يبقى تاني يوم هانج اوفر، ولما بطلهم بعد ما اتعود عليهم يجي لي حاجه اسمها ريباوند انسوميا. العيب نمره اثنين، فيري باورفول هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز. فيعملوا تولرنس بسرعه وديبندنس، وادمانهم على فكره كان دايما يقارن بادمان المورفين. يعني ادمان من النوع العنيف اللي لما تيجي توقفه يحصل سيفير ويدرول سيمتومز. المشكله الثانيه ان هم هيباتيك مايكروزومال انديوسرز دراج انتراكشن، اخدهم معايا دواء ثاني هيكسروه، وبالتالي لازم اعوض ان انا ازود جرعات الادويه الاخرى. العيب اللي بعد كده فيري لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني لو غلطت او نسيت واخدت جرعات كبيره منهم يحصل توكسيسيتي، وكانوا بيموتوا عشان بيعملوا ديبرشن في الريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر. اخر عيب بقى، علاج التسمم بتاعهم صعب جدا. هو علاج المورفين سهل، مش كده؟ المورفين بوزنج علاجه سهل لان ليه انتيدوت. علاج البنزودايزبينز برضه سهل عشان ليه سبيسيفيك انتيدوت، لكن مجموعه الباربيتريتس مفيش دواء سبيسيفيك يوقف شغلهم. فعشان كده كان في مشكله في الاكيوت باربيتريت توكسيسيتي. ده بالنسبه للمقدمه كده بتاعتهم. تعالى نبص عليهم بقى في الكتاب، هتلاقي كتاب القسم قايل لك ان هم ادويه مشتقه من حمض اسمه باربيتيوريك اسيد. مش مهم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن حاجه اسمها مالونيك اسيد ويوريا، ما يهمناش قوي التركيبه، بس المعلومه المهمه ان هو الباربيتيوريك اسيد اتسلف از ان اكتف. الحمض اللي هم مشتقين منه ده لا بيعمل سيديشن ولا دراوزنس ولا بينيم ولا اي حاجه خالص.
لما نغير السايد تشين بتاعت الاسيد لما نعدي بقى في الكيمياء بتاعته يطلع ادويه ليها اكشن على السي ان اس. فاكرين السلسليس؟ كان جاي من حمض اسمه سلسليك اسيد، كان اكتف ولا ايه اكتف؟ اكتف، بس مشكلته ايريتان، فلا يستخدم سيستميك، يتحط بقى مرهم والكاراتوليتيك والحاجات اللي انت سمعتها دي. الباربيتوريتس جايه من اسيد برضه، ولكن الاسيد الاساسي بتاعها از ايه اكتف تماما على السي ان اس. لما نيجي نتكلم على الكايناتكس انا عايز يعني اقول لك ان الدنيا اتحسنت شويه. كان زمان عندنا مجموعه الباربيتوريتس بتتقسم الى اربع مجموعات على حسب الديوريشن بتاعهم. كان في مجموعه اسمها لونج اكتنج، ومجموعه اسمها انترميديت اكتنج، ومجموعه شورت اكتنج، ومجموعه الترا شورت اكتنج. المجموعه الانترميديت والمجموعه الشورت كانوا بيستخدموا كمنومات، وبما ان هم بطلوا يستخدموا كمنومات فتشالوا خالص من الطب. فاضل عندي مجموعتين، مجموعه اسمها اللونج اكتنج ومجموعه اسمها الالترا شورت اكتنج. يعني ايه كلمه الترا شورت دي؟ فيري شورت، الاكشن بتاعهم از فيري شورت دوريشن. الفرق بين المجموعات كلها وبعضها هو في الديجري اوف ليبيد سوليبيليتي، بمعنى اقل مجموعه ليبيد سوليبل هي اللونج اكتنج، واكتر مجموعه ليبيد سوليبل هي الالترا شورت اكتنج. فهمنا؟ يعني كانوا بيتقسموا كده الانسيت والديوريشن بتاعهم معتمد على هم قد ايه ليبيد سوليبل. تعالوا نبص بقى على المجموعه اللونج اكتنج، ناخدها كده ايه عمود على بعضه ونشوف ايه اخبار الكاينتكس. المجموعه دي فيها دواء مشهور جدا اسمه فينوباربيتون، وعلى فكره هتلاقيه في مكتوب في الكتب يا اما فينوباربيتون يا اما فينوباربيتال، والاثنين اسامي صح علميا. الدواء ده ما هوش ليبيد سوليبل قوي، فلما بناخده اورالي بيمتص ولكنه سلولي ابزوربت، وبما انه مش ليبيد سوليبل قوي فبيعدي البلاد برين بارير بس بيعدي ببطء، فيبقى الانست اوف اكشن بتاعه دايما ديلايد انست، يعني اشتغل بعد ساعه بعد ساعتين، لان هو مروره من خلال الخليه، اي خليه بقى فيها سيل برين هيعدي من خلالها بصعوبه شويه، يبقى ليه ديلايد انست اوف اكشن. النقطه الثانيه اللي فيه بقى هو الدواء ده بيحصل له ايه كفيت؟ خليكم معايا يا جماعه، خليكم معايا، وناس عادي جدا حكايه الناس تدخل وتطلع دي عادي يعني، ما تركزوش معاهم بس خليكم معايا. الدواء اللي اسمه اللونج اكتنج او الفينوباربيتون مصيره حاجتين. تقريبا من 25% ل 50% منه از ميتابولايزد باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز، زي معظم الادويه. بيتكسر في الليفر بطريقه اسمها اوكسيديشن وبيديك مركبات ان اكتف. وما تنساش ان هو نفسه very powerful hepatic microsomal enzyme inducer، مش كده؟ يبقى مع الوقت هيزود its own metabolism، وده اللي بيفسر اللي يحصل معاه tolerance و dependence بسرعه. الجزء الباقي بقى اللي هو تقريبا من 50% ل 75% بينزل في اليورين unchanged. فرقت معانا حاجه المعلومه دي؟ دواء معظمه نازل في اليورين زي ما هو، والدواء ده اسيدك، صح؟ مش هو جاي من اسيد، اسمه barbituric acid، يبقى المركبات دي acidic drugs. فرقت معاك حاجه؟ لو عايز اعالج التسمم بتاعه هعمل الكارنايزيشن اوف يورين. يبقى ده بالنسبه للفينوباربيتون، عرفت ان هو بيتاخد اورال، امتصاصه بطيء شويه، هيعدي البلاد برين بارير بس ببطء شويه، فيبقى شغله على البرين شغله كملوم او غيره ديليت اونست. الاكشن بتاعه طويل نسبيا، مش مهم الرقم بس مكتوب في الكتاب من 6 ل 8 ساعات. معتمد على حاجتين، معتمد على ميتابوليزم باي ذا ليفر من 25 ل 50%، وجزء الاكبر منه معتمد على رينال اكسكريشن انشينجد. كتاب القسم في الجدول كاتب لك الاستعمالات، وكاتب لك ان هو بيتاخد كسدد في البطن في الناس اللي عندهم مشكله النوم المتقطع. ده ولا لونج اكتنج، مش كده؟ فاكرين المره اللي فاتت؟ لا انا مش عارف انام. لو عندي مشكله في الاندكشن اوف سليب كنت بدي دواء اشتغل بسرعه. لو عندي مشكله ان انا بنام في الاول كويس بس النوم المتقطع بدي دواء يطول. ده لما كان بيستخدم كملون كان بيتاخد في الناس اللي عندهم انتربتد سليب فيلير تو مينتين. اكتب جنبها بقى كده في الجدول ان هو اوبسوليت كانت نقطه. بقول لك ان شاء الله بعد شويه كده في الاستعمالات، هو بيستعمل في ناس عندهم صرع، في ناس عندهم تشنجات، يستعمل احيانا في التخدير، لكن ما هواش من الادويه اللي بتتاخد حاليا از سيداتيفز ولا هيبنوتكس. تعال بقى للمجموعه الثانيه اللي اسمها الالترا شورت اكتنج. المجموعة دي very very high lipid soluble. فيها دواء مشهور جدا اسمه ثايوبنتون، أو زي ما قلت لك كده يسميه ثايوبنتال، الاثنين صح. بص كده على الأبزوربشن بتاعه. هو أنت متوقع إيه في دواء very high lipid soluble؟ متوقع إيه في الاختصاص بتاعه؟ هو
طلبتوا ليه معلش مركزين معايا ليه بقى ممكن نركز عشان نخلص عشان ناخد اجازه عشان نذاكر قبل كده يعني الحاجات اللي طب ركزوا بقى هو دواء فيري هاي ليبيد سوليو ايه الاخبار متوقع ايه في الاور الابزوربشن بتاعه يبقى فيري رابيد طيب بص في الكتاب كده هتلاقي مكتوب تحت الفايو كنترول الريجولر حد عارف تفسير يعني لما ياخد دواء فيري فيري هاي ليبيد سوليو قوي والالترا سوليو قليل قوي ينفع يمتص انت فاكر زمان في الجنرال فارماكولوجي كده كان في حاجه اسمها ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت كان عايز يقول لي ايه ساعتها الدواء تو بي ابزوربد لازم يبقى ليبيد سوليبل ووتر سوليبل وكان مكتوب كده ماست بي ووتر سوليبل صح كانت ماست كده مكتوبه بخط بلو كده يبقى الفكره ايه ما ينفعش ان انا امتص دواء 100% ووتر سوليبل ولا ينفع امتص دواء 100% ليبيد سوليبل لان الليبيد سوليبل ده مش هيدوب في الدايجستيف او في الجاستريك او جي اي تي كونتنتس هيفضل على شكل دهون كده فمش هيمتص يبقى رغم ان الدواء ده اكستريم ليبيد سوليبل ولكن لا يعطى اورال هيتاخد بس انترا فينس لان الدواء اللي 100% ليبيد سوليبل كان بي ابزوربت بشكل كويس عشان مش ووتر سوليبل هدي انترا فينس ازاي هدي انترا فينس هو مش هو شغل في ايه لا ما هو ما بيبقاش كلاكيع الدهن يعني يبقى دواء دواء سوليوشن كده محلول بس ليه بتسولبل ووتر سولبل قليل لكن دوبناه اصل الفكره ان انا بحط يعني انت قصدك ازاي دوبناه في الميه عشان نحقنه بنحط حاجه اسمها سولفنت بنحط ماده مش مهم بقى هي ايه بس ماده عشان تخلي الدواء اللي كان ليه بتسولبل يبقى ووتر سولبل شويه الفكره بقى في ايه؟ ان انا حقنته انتروبيمس كويس؟ لما حقنت الدواء ده انتروبيمس كله تقريبا راح على السي ان اس حد عارف التفسير؟ دواء لما اتحقن انترا فينس ساب الدنيا كلها كده وراح تركز في البرين اشمعنى؟ الدواء ده بيحب الدهون صح؟ ليبيد سوليبل فبيدور على الاماكن اللي فيها ليبيدز بس لازم يكون عشان يوصل للمكان ده لازم المكان يكون فيه شرطين يكون هاي كونتنت اوف ليبيدز وهاي فاسكولاريتي فاول ما تحقن حقنه الفايو كنترول يروح كله يتخزن في السي ان اس كويس؟ ويشتغل يقعد 10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم 30 دقيقه وبعد كده يسيب البرين ويحصل له حاجه اسمها اعاده انتشار. بالانجليزي بقى ريديستريبيوشن يروح على السكيلتال ماسلز يروح على الليفر يروح على الكيدني يروح على اي حته. وفي الاخر خالص يروح على الاديبوس تيشو. اشمعنى؟ يعني ما الاديبوس تيشو دي مليانه فات ليه ما اقراهاش كده اللي متاخر قوي؟ عشان فاسكولاريتي قليله. كويس؟ يبقى السؤال بقى الاكشن بتاع الفايبنتول الدواء على فكره مستعمل في التخدير هقول لك ان شاء الله دلوقتي. الاكشن بتاعه استيميليتد باي ميتابوليزم ولا اكسكريشن ولا ريديستريبيوشن يعني مجرد ما خرج من البرين ووصل تاني على البلد ومنه على التيشوز انتهى مفعوله مش كده؟ يعني مش مستني لما الدواء ده يتكسر هيتكسر على مهله قوي لكن مجرد خروجه من البرين الاكشن بتاعه انتهى مفهوم يا جماعه؟ فكرنا بدواء خدناه كده في المنهج مش من بعيد قوي دواء في الادويه بتاعت الاوبيويدز دواء سينثيتيك كان اسمه فنتانيل او فنتانايل صح؟ كان في نفس الفكره بتحقن الفنتانيل ده يروح كله على البرين يتاخد في حاله اسمها اليورولبت انالجيزيا فكرت بيها النهارده وبعد شويه بيخرج من البرين ويحصل له ريديستريبيوشن مجرد انه خرج من البرين الاكشن بتاعه خلص يبقى دي فكره الادويه اللي بيحصل لها تربينيشن اوف اكشن باي ريديستريبيوشن المشكله في الدواء ده ايه بقى؟ اللي فيكم ان شاء الله يشتغل جراح ويجي يعمل عمليه صغيره كده ما بتاخدش وقت يعني عايز يعمل حاجه ماينر اوبريشن كده وعارف ان انا ما بتاخدش وقت. فروح مدي بالظبط وهي يعني هيستخسر هي دكتور تخدير عمليه صغيره ان شاء الله يعني. فهنحقن حقن الفايبنتون. الفايبنتون بيعمل اناستيزيا. يدخل عيان في حاجه اسمها ستيج 3 لو فاكرينها انتوا المره اللي فاتت يغيب عن الوعي والدنيا حلوه ومفيش احساس بالفليكسز ولا الكلام ده وبعد 10 دقائق نص ساعه بالكثير هيكون فات. اللي بيحصل الغلطه البروتوكولية وانا شفت حد عملها الحقيقه زمان العيان بدا يفوق ولسه العمليه ما خلصتش او العمليه عكل بقى يعني جينا ناخد نعمل نخيط حاجه او نعمل حاجه عورنا ارتري ولا بدات الدنيا تنزل وبتاع فيضطر يدي جرعه كمان وجرعه كمان ايه اللي بيحصل بقى لما تدي ريبيت دوزز بيحصل حاجه اسمها تيشو ساتوريشن كويس الانسجه كاباسيتي بتاعتها انها تاخد الدواء ده قليله فيحصل اكيوميشن للدواء ده في البرين والدواء ده تبع مجموعه اسمها الباربيتيوريتس اللي هي كان ليها لو ثيرابيوتيك اندكس فممكن الجرعه الكبيره دي تعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر انا اعرف دكتور
يعني من الجراحين زي ما يعرفش هو فين دلوقتي، بس يعني زمان عمل العمله دي، كان بيشتغل في عيادته وحقن عيان ثايوبنتون، والثايوبنتون خلص مفعوله وهو لسه بيشتغل، راح حقن ثايوبنتون تاني وثايوبنتون تالت، العيان ما قامش، حصل اكيميليشن الثايوبنتون وسي ان اس ديبرشن. فخلي بالك بقى من مشكله الريبيتد دوزز دي. العيان مات بجد، مش هزار والله، العيان مات بسبب جرعه الثايوبنتون دي حقيقه يعني. يبقى خلي بالك بقى من حكايه الكاميرا افكت بتاع الدواء، لان هو معتمد على حاجه اسمها ريديستريبيوشن فروم برين تو تيشوز. ده بالنسبه للدواء اللي اسمه الثايوبنتون، عرفنا استعماله بقى الاساسي از انتروفينس انستيزيا، لا يستخدم كمنوم. حد عارف السبب؟ غير يعني غير ان هو في عيوب البنزوكاربيتريتس كلها، عشان ما بيدخلش الا انتروفينس، مش كده؟ وانا لو اخدته وراسي مش هنام، مش هيمتص، فهاخده انترافينس. وما فيش حاجه بقى في الدنيا كده ان انا ادي دواء لفتره طويله بطريقه صعبه زي الانترافينس. فهو كل استعماله في الطب، وعلى فكره برضه فيكم ان شاء الله اشتغل تخليل، ده اهم دواء بنعمل فيه حاجه اسمها اندكشن اوف انالثيزيا. فاكرين المره اللي فاتت ان انا اخلي العيان يدخل في ستيج ثلاثه وبعدين اكمل بقى بانهاليشن. ده اكتر دواء، اكتر حتى من مجموعه البنزودايزابينز، ده مهم جدا از انترافينس انالثيزيا. عرفنا بقى الفرق بين المجموعتين اللونج اكتنج والالترا شورت اكتنج. قبل ما اقول لك الميكانيزم اوف اكشن، معلش فكرني كده تاني، البنزودايزابينز بيشتغلوا ازاي؟ ليهم سبيسيفيك ريسبتور، مش كده؟ اسمه البنزودايزابين ريسبتور. لما الدواء اللي اسمه بنزودايزابين يمسك في الريسبتور ده ويعمل له ستيميليشن، يفتح كلورايد، فيحصل انفلكس اوف كلورايد وهايبر بولاريزيشن، وحاجه مشهوره اسمها بوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. الباربيتريتس نفس النتيجة بالظبط، بس الفرق they have their own specific receptor. في ريسبتور بتاعهم مخصوص كده اسمه الباربيتريت ريسبتور. لما بدي الباربيتريتس ويعملوا اكتيفيشن للريسبتور، يفتحوا كلورايد ويعملوا انفلكس وهايبر وبوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. يبقى كانهم بيقووا شغل مين؟ لا مش بيقووا البنزودايزابينز، بيقووا الحاجة الطبيعية اللي بتعمل كده اللي هي الجابا على الجابا اي ريسبتور، مش كده؟ وقلناها المره اللي فاتت يسموها فاسيليتيشن اوف جابا، ماشي، لكن في كلمه حلوه قوي يقول عليها جابا ماينتيك. الدواء ده بيقلل الاكشن بتاع الجابا. في ناس على فكره يمكن كانت موجوده في الكتاب بس مش باينه قوي، اللي هي الكومبلكس ده، في عندي هنا مكان بيمسك فيه مجموعه البنزودايزابينز، مكان بيمسك فيه الباربيتوريتس، ومكان بيمسك فيه جابا اسمه الجابا اي ريسبتور، مش كده؟ ايه اللي في النص ده؟ كلورايد شانل. هو عايز يقول لك بقى ان في هنا كومبلكس، مش كده؟ الريسبتورز دي كلها في منطقه واحده. الطبيعي بتاعي ان انا عندي جابا، جابا مايلوجلوتاريك اسيد اللي هو اشهر انهبيتري ترانسميتر، وعندي جنبه كده ريسبتور بتاع البنزودايزابين وريسبتور بتاع الجابا، كلهم لما بيشتغلوا يفتحوا كلورايد ويعملوا انفلكس وهايبر بولاريزيشن. يبقى ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعه. الاكشن بتاعته هتفكرنا قوي بالبنزودايزابينز. هو يقول عليه بيعمل حاجه اسمها ريفرسبل descending depression of CNS. يعني ايه؟ reversible يعني ان شاء الله لما الدواء مفعوله يخلص ال CNS هينشر تاني، مش كده؟ هو descending معناه ايه؟ بيهبط ال CNS من فوق لتحت. يعني يشتغل يهبط السيريبرال كورتكس وحاجه اسمها reticular activating system، ده اهم مكان بيشتغلوا عليه. لكن لما تعلي جرعات يبدا يعمل لك inhibition على ال vital centers بتوع الميلانا. ده المقصود ان هو بيعمل ما يسمى بال reversible descending inhibition. يعمل ايه بقى؟ اللي فاكر المقدمه المره اللي فاتت، لما بدي جرعات صغيره من الادويه بيحصل سيديشن ودراوزنس، مش كده؟ ولما ادي جرعه كبيره شويه يحصل هيبنوزس، ولما ادي جرعه اعلى يحصل انترافينس انالتيزيا، صح؟ ولما ادي جرعه كبيره بقى سامه دخلنا في كوما وديث ديو تو ديبريشن اوف ذا فايتال سنتر. ده ملخص الكلام. يبقى الباربيتريتس بيعملوا المشكله دي او بيعملوا الاكشنز دي. بص بقى على اللي موجود في الكتاب، هو يعادل نفس الكلام، بيعملوا سيديشن بس للاسف معاه العيب المشهور بتاع الدراوزنس. يعملوا هيبنوزس وذي ار نوت ايديال هيبنوتكس، لدرجه ان احنا حتى بطلنا نستعملهم، وانت عرفت عيوبهم بقى، مش كده؟ عملوا ايه في الريم وعملوا ايه في الهيباتيك مايكروزومال انزيمز والادمان واللي ما لهمش انتي دوت وكل القصه. الاكشن الثالث بيعملوا امنيزيا. اسمها ايه الامنيزيا دي؟ انتروجريد، يعني ان انا انسى الحاجات اللي حصلت من ساعه ما اخذت الدواء. زي ما عملوا مجموعه البنزودايزابينز واكتر كمان. عشان كده هتلاقي بعد شويه في السايد افكتس مكتوب امنيزيا اند اوتوماتيزم. يعني ايه بقى كلمه اوتوماتيزم دي؟ يمكن قلناها المره اللي فاتت كده بسرعه. انا باخد قرص الدواء
وبيحصل امنيزيا فبنسى ان انا اخدت الدوز، فيحصل ان انا اخده تاني وانسى ان انا اخدته، فيحصل ريبيت الدوزز لحد ما يجيلي تسمم. مش كده؟ لان الدواء ده ليه لو ثيرابيوتيك اندكس، لو اخدت جرعه عاليه يحصل لي توكسيك افكت. عرفتوا كان بيحصل منه توكسيسيتي ازاي الدواء ده؟ يعني ايه اسباب التسمم بالباربيتريتس؟ اشهر اسباب ايه؟ لو انا بتكلم على الفايلوبنتون يبقى كنت بغلط وبدي ريبيت الدوزز، فيحصل ساتوريشن وما يقدرش الدواء يخرج من البرين تو ذا تيشوز. السبب الثاني ان هو بينسي قوي، فالعيان لما كان بياخده كمنوم كان بيحصل له ظاهره اسمها الاوتوماتيزم، يكرر الجرعات لحد ما يحصل في توكسيك افكت. ده بالنسبه للاكشن بتاعه على الامنيزيا، بيعمل انتي كونفانسنت وانتي سباستيسيتي وانتي ابيليبتيك، يعني زي البنزودايزيبينز، يعالجوا التشنجات ايا كان السبب، لكن يعالج المرض اللي اسمه الصرع. ولما ناخد ان شاء الله في الابيليبسي نعرف ان هو بيعالج كل انواع الصرع ما عدا نوع اسمه بتيمال ابيليبسي. النوع ده مختلف شويه ما فيهوش تشنجات، الباربيتريتس ما تنفعش تعالجه، هنعرف ان شاء الله وقتها، لكن اي نوع تاني من الابيليبسي كان بي تريتد باي باربيتريتس. الاكشن اللي بعد كده اللي هو الانالتيزيا زي ما قلنا، بالذات الثايبنتون بيتاخد از انترافينس انالتيتك. اخر اكشن فيه بقى مكتوب عندنا في الكتاب ان هو بوتنشيت انالجيزكس. احنا واحنا بنتكلم على البنزودايزيبينز كان في كده اخر كام اكشن مكتوب نو، مش كده؟ واحنا يومها زودنا قلنا نو انالجيزيا، يعني لا هو مسكن ولا بيقوي شغل المسكنات، لكن الباربيتريتس ما هماش مسكنات، بل دي كان بوتنشيت دي اكشن اوف اذر انالجيزكس. يعني خد معاهم اسبرين، شغل الاسبرين يعلى. اسمها ايه بالارقام او تتقال عليها ايه بالارقام بوتنشيشن دي؟ لا سينرجيزم حاجه ثانيه مش كده؟ هو في حاجه اسمها اديشن. يعني قلنا الكلام ده قبل كده. اديشن دي او سميشن، واحد زائد واحد يساوي اثنين مش كده؟ يعني لوين بيشتغلوا لما احطهم مع بعض يطلع تاثيرهم زي حاصل الجمع بتاعهم. في حاجه اسمها واحد زائد واحد اعلى من الاثنين. دي سينرجيزم. وفي واحد زائد زيرو اعلى من الواحد. هي بقى دي بوتنشيشن مش كده؟ دواء بيشتغل مسكن اسمه الاسبرين، ودواء مش مسكن اسمه الباربيتريت، لما احطهم مع بعض الاسبرين مفعول لقوى، ده المقصود بكلمه بوتنشيشن. بص بقى على اللي تحتها بعد ما قال لك ان هو بوتنشيت الدراكس، الانالجيزكس قال لك ايه؟ لكن لو اديته لوحده ان ذا بريزنس اوف بين يعمل حاجه اسمها هايبر الجيزيا وديليريوم. انا مش عارف انتوا فاكرين في الفسيولوجي من ضمن الحاجات اللي كانت بتوقف البين ترانسميشن ان بيجي من السيريبرال كورتكس حاجه اسمها ديسندنج انهبيتوري امبلسز، فاكرينها؟ يعني البين نفسه بيحاول او السيريبرال كورتكس بيحاول ان اشاره الالم ما توصلوش، فبيبعت اشارات انهبيتوري على البين ترانسميشن. سمعتوا عنها قبل كده؟ اكيد سمعنا في الفسيولوجي. يعني البين نفسه بيحاول يتغلب على وصول البين دي. الباربيتريتس بتعمل ايه بقى؟ بتنهبت الديسندنج انهبيتوري امبلسز. فكر فيها كده، البرين كان من ضمن الوظائف اللي بيعملها انه يخلي الاشاره في البرين ما توصلوش. انت اديت دواء وقف الانهبيتوري امبلسز من البرين للسباينال كورد، عملت ايه في البرين؟ هو بيقول لك عليه بالعربي نفي النفي اثبات كده مش كده؟ منعت الحاجه اللي بتمنع وصول البرين، يبقى انت عملت ايه في البرين؟ زودت البرين، بيقول عليها هايبر انجيزيا، زياده في البرين ترانسميشن. ودليلاً دي معناها العيان بيبتدي يخرف، العيان بيبقى مش مدرك للزمان والمكان والاشخاص والكلام. فاكر قصه الاندوميثس اللي انا حكيتها لكم مره من ذات المرات كده، العيان اللي انا كتبت لها اندوميثس وجت تشكرني؟ طيب. اول ما بتشاف في الامتياز، يعني في كلام في الكتب بيبقى احنا كناس اكاديميك بنقراه ما بنبقاش عارفين يعني ده صح ولا غلط ولا حصل ولا بيحصل، يعني بس واخدين الموضوع مصدقين يعني. وفي حاجات بقى الواحد بقى متاكد منها لانها على ايدينا يعني. اول لما تشيل الاف امتياز، انتوا عارفين في الامتياز طبعا، مش عايز احبطكم والله ولا حاجه، بس بعد الست سنين دول هنبتدي بقى نتعلم ان شاء الله من اول امتياز. يعني الفتره كله خلاص خدنا الشهاده وكده، بس نبتدي بقى نتعلم. فانا واحد زميلي كان من المتفوقين يعني الاوائل الجامدين قوي يعني، اول لما تشيل في امتياز كنا في قسم الجراحه، وكان يوم البوست اوبراتيف، اليوم اللي هو بعد العمليات، خلصت العمليات والعيانين طالعين بقى على القسم اللي احنا فيه، وهنقعد بقى نقيس لهم ضغط وحراره ونبض ومش عارف ايه، واصعب لو تشوف الموضوع كله يعني، وده اول يوم الحقيقه يعني. فجينا بالليل كده عيان كان طالع مش فاكر كان عامل عمليه ايه يعني، اظن كانت كوليسيستكتومي او حاجه، ف
ادينا له حاجه انتي سبازمونيك، حاجه ضد المغص، حاجه زي الاتروبين والكلام ده عشان ينام. انا وصديقي ده بقى كنا لسه اول نوطشيه ومش واخدين على السهر والبهدله وكده، فجينا يعني على الساعه 1 بالليل 2 بالليل عايزين ننام بقى يعني احنا ما فالراجل صاحي عمال يصوت من البيت، فبساله بقى باعتبار ان هو المتفوق يعني هو اخ معايا ان هو شرح طبعا كل حاجه، بس الفكره ان احنا ما نعرفش قوي يعني. فبقول له نعمل ايه بقى، اسمه محمود ربنا يديله الصحه يعني كده، بقول له نعمل ايه بقى استاذ محمود في الموضوع ده. فقال لي بص اه يا باشمهندس محمود اي حاجه يعني يا اسطى محمود اي حاجه الا دكتور يعني يقول له اي لقب يعني. فقال لي بص هو كان اجريسيف شويه كده وخلقه ضيق يعني. قال لي بص احنا ايه هنفقع العيال ده حقنه فيبر بيتون. ايه يا محمود الفيبر بيتون ده تبع مين؟ قال لي ده تبع المنور ده، انت مهدي من العيال ده هينام واحنا نطلع ننام بقى ونعيش حياتنا عادي بقى. فانا طبعا وعجبت بيه جدا. طبعا عليك محمود كده الاول ولا بلاش مش هقول بقى يا ابني ايه لسه فاكر الفيلم ولا كنت برافو عليك على بركه الله. وراح فاقع العين فيه وبيضه وقال لك بتشوف الدمار بقى. احنا كنا في قسم الجراحه في اخر المستشفى من ناحيه دي، وطرقة المستشفى بتاعت القصر يعني حوالي 3 كيلو لو مش اكتر. الناس اللي في الاخر 3 كيلو هم على صوت الراجل. الراجل عمال يصوت ويصرخ ويخانق ويزعق، وهو يزعق ومحمود يزعق وهو يرقص ومحمود يضرب بهدله والله العظيم في يوم بهدله. فالممرضه قالت لي بس سيبه من قلبها مش فاهم حاجه، احنا بنكلمها النايب. النايب اللي هو البني ادم اللي بيفهم. ومن الصدف العجيبه يعني ان النايب بتاعنا كان الدكتور حسين خايف. معناه ايه من الاستاذ الاحجاب ولا الزهور ولا لا، هو راجل والله محترم جدا ومهذب جدا، بس هو ساعة لما تغلط يعني اه كده. الحق يا دكتور حسين العيال عملت كذا. الواد محمود ابن اللذين دفع على العيال. راح الدكتور حسين جه بقى وشوية كلام كده بقى يعني ايه انتوا جايين منين وبتاع طب معانا هنا في الطب ولا انتوا اكتساب ولا ايه؟ لا دكتور حسين احنا زي الفل احنا ادينا له فيلو بربتون. فشرح لنا بقى القصه دي، فيلو بربتون هيوقف الامبلس اللي حاول البرين يعملها عشان البين يقل، فانت لغيت الامبلس فالبين زاد وبدا العيال يخرف ويهلوس ويتشنج. الحل ايه بقى ساعتها؟ اديله معاه انالجيزيك. رحنا فاقعينه حقنه حاجه زي الفولتريك كده او الكتافلان، ومحمود اصل بقول لك كان يقول لك ايه هنفقع العيال عشان نتخبط ونطلع ايه. فكان هو الحقيقه بعد الموضوع ده حصل العيال هي دي ونام وبتاع نمنا بس محمود دلوقتي استاذ جراحه والله كبير جدا في الكويت وبيقبض بالدينار وبيقبض مش عارف ايه. انا كل يوم في نشط الاخبار اشوف الدينار بقى بكام واحسب له. لا ربنا يديني الصحه والله كان شخص كويس قوي. فاوعى بقى اوعى ان شاء الله كده لما يجي لك عيان عنده بين وعايز تديله حاجه هيبنوتك ادي معاه انرجيزك وبلاش تفقعه هيبنوتك لوحده احسن يحصل لك زي اللي حصل لي انا معاه. خلصنا كده بقى من موضوع الهايبر انجيزي ده. عملنا بلاوي الحقيقه واحنا لسه في بنتعلم يعني. زي ما قلت لكم قبل كده واحد زمان بيبقى دايما حاسس ان الغلط فيه ولكن غلطته فعلا. يعني موضوع الاند ميثيسن ما كنتش غلطان ولا ايه؟ ولا انت بتقول؟ اللي انت من الدواء بيعمل كونفيوجن وديليريوم انا مالي انا لكن دي كانت غلطه مننا الحقيقه. احكي لكم مره ثانيه ان شاء الله في الانتي بيوتكس عملت حاجه برضه لطيفه. هو الهيبنوتكس القويه اللي تعمل كده يعني البنزودايزبينز ومجموعه البي زد اجونس دول ما يحصلش معاهم قوي كده لان هم ليس بوتنت على السي ان اس ان جنرال. هم بيشتغلوا غالبا سبيسيفيك شويه يعني يشتغلوا على الليمبيك سيستم يشتغلوا على السباينال كورد فيعملوا الاكشن المطلوب من غير ما يعملوا القصه ده عشان شغله عالي قوي على الـ على الـ على البين على السيربرال كورتكس. فده اكتر واحد ممكن يحصل معاه كده. لكن ان جنرال ما تديش دواء هيبنوتيك او سيداتيف في وجود البين من غير ما تدي انرجيك. نيجي بقى الاستعمالات. اسهل حاجه في الموضوع بقى استعمالات الباربيتريتس هو بتاخده عشان يلا يا جماعه مش عشان منومات. هما بيتاخدوا حاليا في الطب الفينوباربيتون كانتي كونفانسنت وانتي ابيليبتيك واتفقنا هيعالج كل انواع التشنجات ويعالج صوت الشباب هيعالج كل انواع الابيليبسي ما عدا نوع سميناه البيتيما الابيليبسي.
الفايبرين تول ده مهم جدا في التخدير عشان نعمل بيه اندكشن او انالتيزيا، او حتى لو انا عايز اعمل ماينر اوبريشن صغيره كده تخلص بسرعه احنا الفايبرين تول، بس بشرط ما تعملش ريبيتد دوز. الجزء بتاع العيوب تقريبا كله معروف، انا عارف ان الدواء ده هيعمل مشكله اسمها الامنيزيا ويعمل معاه اوتوماتيزم، هنسى واخد الدواء كتير، هيحصل معاه ابنورمال سليب ياثر اول فتره الريم بمشاكلها، هيعمل الرجي زي اي دواء، هيعمل اكيوت توكسيسيتي كومن ولا مش كومن زي البيندو دايزيتينز كومن، وعرفنا غالبا السبب فيها يا اما نسيان يا اما ريبيتد دوز. مش عليك خالص زمان او يعني الايام دي في المنهج تقول لي علاج الاكيوت باربيتريت بوزن، بس لو بصيت على الاعراض بتاعته هي عامله زي اعراض تسمم المورفين، لان الاثنين ار سي ان اس ديبريسنس جامدين مش كده؟ بتلاقي العيان في كوما، تلاقي العيان عنده هايبو فنتليشن، عنده هايبوكسيا، عنده هايبوتنشن، عنده هايبو ريفلكسيا، عنده هايبوثيرميا، يعني كل شغل البرين بدا يبقى فيه ديبريشن. الفرق بينهم ايه؟ يعني ايه العلامه اللي تفرق ما بين اكيوت باربيتريت بويزنج واكيوت مورفين؟ البين بوينت صح؟ لو بصيت في العين لقيتها بين بوينت يبقى ده اكيد مورفين او حاجه تبعه. علاجه ايه بقى؟ مش عليك برضه، بس فكر معايا كده لو حد من الاساتذه القدام زنقك وقال لك ازاي تعالج اكيوت باربيتريت بويزنج في شفوي. علاجه ايه؟ خمس حاجات بتوع العلاج بتوع اي تسمم اللي هم استوماك روش لو كان واخد اورال، ارتفيشال اسبيريشن لو كان في مشكله في النفس ودي كومن قوي هنا، وانتي دوت وبين قوسين there is no specific antidote، دي مشكلتنا. الحاجه الرابعه عالج السيمبتومز، يعني ضغط قليل، عالج الضغط، هايبوثيرميا، عبط العيان وهكذا. نمره خمسه مهمه قوي، اتخلص من الدواء اللي موجود في البلاد. فاكرين في الاكيوت اسبرين توكسيسيتي كنا بنعمل كام حاجه عشان اتخلص من الدواء؟ مش فاكرين؟ لا هو في الترك ما فيش، بس في الامتحان فيه مش كده؟ يعني ممكن ما تشوفيش في حياتك عيان واخد اكيوت او داخل في اكيوت بتاع الاسبرين توكسيس، لكن في الامتحان هتقول له ما فيش يا جماعه ما عندناش في الاجابه كده، ما فيش حالات تسمم اسبرين. كنا بنعمل ثلاث حاجات، الحاجه العاديه ان انا اخلي اليورين الكلاين صح؟ صوديوم بايكربونيت. ما نفعتش بنعمل حاجه اسمها فورس دايوليسيز، مش فاكرين؟ بندي فروزامايد او مانيتول عشان ينزل الدواء في اليورين ما يبقاش ري ابزوربت. لو فشلنا بنعمل هيمو دايلسيس، بحط العيان على مكن غسيل الكلى. ده بالظبط نفس الكلام اللي بنعمله مع الباربيتريتس. يبقى ده عرفنا كده مشكلته في الاكيوت توكسيسيتي، الكرونيك توكسيسيتي اللي هي الادمان محتمله جدا، لان الدواء ده بيحصل منه تولرنس بسرعه بسبب الهيباتيك مايكروزومال اندكشن، هبدا ازود الجرعات هتعود عليه فيزيكال وسايكيك. اعرف ازاي ان انا بقيت مدمن؟ لو عملنا سادن ويدرول هيحصل معاه العكس، هيحصل اكسايتيشن وكونفلشنز وانسوميا، يبقى ده عيان مدمن الباربيتريتس. الحاجات بقى الزياده شويه في عيوب الباربيتريتس مكتوبه فوق كده، ان هو بيعمل حاجه اسمها ايديوسينكراسي، ودي معناها ايديوسينكراسي معناها كتير abnormal unpredictable drug response due to genetic abnormality، مش كده؟ يعني هدي الدواء وافاجئ برد فعل مش طبيعي مش هيحصل في كل البشر، وتفسيرها ان العيان ده عنده حاجه جينيتك. فاكرين الفافيزم؟ الاسبرين بيعمل هيمولس في الناس اللي عندها فافيزم، ده حاجه ليها علاقه بالجينيتكس. هنا بقى ممكن يحصل في الباربيتريتس حاجه من الاثنين، ادي العيان الباربيتريتس وبدل ما يهدى وينام كده يحصل له اكسايتيشن مش عارفين سببها ايه الحقيقه خالص، فبيقال عليها انها في مشكله جينيتك ابنورماليتي. العادي بتاعه ان هو يهدي وينام. الحاجه الثانيه بقى حاجه اسمها البورفيريا، معرفش انت سمعتوا عنها ولا لا، اكيد سمعتوا. هي في مشكله في الهيم سينثيسيس مش كده؟ تكوين الهيم بتاع الهيموجلوبين والمعجن والكلام ده كله في مشكله. هو بيبدا تكوينه على فكره من حاجه بنسميها البروتو بورفيرينز او البروتو بروفيرينز، حاجه زي الساكسينيك او ساكسينال كو اي كده. بيتحول لحاجه اسمها بروفيرينز، وبعدين بيتحول بعد كده بقى مش فاكر اذا كان في خطوات في النص ولا لا، بس في الاخر بيديني بقى ايه؟ الهيم اللي احنا عايزينه. في عندنا مشكله بقى في عمليه تكوين الهيم كده. يعني في جينيتك ابنورماليتي، العيان ده مش قادر يحول البورفرنس الى هيم. عنده مشكله في الانزيمز جينيتك. بس الانزيم ده شغال. والانزيم ده لو انتوا فاكرين كان اسمه دلتا امينو ليفيولونيك اسيد سنتيتيز، دلتا الا سنتيتيز. ده شغال. بس اللي بعده اللي بيحول البروفيرينز لهيم
في ديفكت. طيب انا مشكلتي ايه بقى لما باخد الباربيتريتس؟ الباربيتريتس ان جنرال ار انديوسرز، صح؟ ار انزيم انديوسرز، زي ما نشطوا انزيمات الكبد كده وعمل مشكله تولرانس ودراج انتراكشنز، نشطوا الانزيم ده. انت عملت ايه في العيان بقى؟ زودت كميه البورفيرينز اللي هو مش قادر يحولها بعد كده الى هيم. يوم يحصل اعراض بقى على حسب نوع البورفيريا، يا اما يحصل مشاكل على الاعصاب، ديمايلينيشن وباراليسيز، يحصل مشكله في الكيدني، يحصل هيماتوريا، في بعض الحالات في ريبورتد ديثز من الاكيوت بورفيريا دي. يبقى دي مشكله جيناتك، الباربيتريت ساعتها هتزود المشكله عشان انا عندي مشكله في الهيم. صح، العيان عنده بورفيريا دي عمرها ما هتحصل في البني ادم العادي، مش كده؟ عشان كده اسمها ايديوسينكراسي، ابنورمال ريسبونس دو تو جينيتك ديفكت. هو عنده مشكله جينيتك في الخطوه بتاعت الهيم برودكشن. فلما بدي الباربيتريتس بنشط الخطوات اللي قبلها، بدي كميات كبيره من الكونفرنس وهو مش قادر يحولها لهيم بعد كده، فيحصل اكيوت اتاك. عشان كده العيان اللي عنده بورفيريا ده بيعمل له كارت زي بتاع الهيموفيليا وزي بتاع الفابيزم، وزي المفروض يبقى معاه كارت كده شايله باستمرار، لان فيها حاجات كتير قوي في الادويه وفي الاكل ممكن تدخله في اكيوت بورفيريا. يبقى ده نوع من انواع الايديوسينكراسي مش هتحصل في كل البشر. العيب اللي بعد او اخر عيوبه بقى الدواء ده ان هو بيعمل دراج انتراكشنز كلها متوقعه. ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، فكسر نفسه وكسر الاذر دراجز. وكتاب القسم كاتب لك ان هو هيزود الميتابوليزم بتاع الاورال انتي كواجلانتس والاورال هايبوجلايسيمكس والاورال كونتراسبتيفز. يحصل ايه بقى؟ يعني واحد بياخد اورال انتي كواجلانت بياخد فيه باربيتول، يحصل له ايه؟ لا بالظبط، انا معرض للثرومبوزيس، مش كده؟ انا باخد الاورال انتي كواجلانت تو بريفنت ثرومبو امبوليزم، وباخد معاه دواء تاني بيكسره، فاكيد المحصله بتاعت الاورال انتي كواجلانت اقل، لازم اعوض بجرعه اعلى شويه. واحد بياخد اورال هايبوجلاسيميك مع فينو باربيتول، سكره يفضل عالي، لازم اعلي جرعه الاورال هايبوجلاسيميك. واحده بتاخد اورال كونتراسبتيفز وبتاخد فينو باربيتول، تبقى حامل، لان الاورال كونتراسبتيفز هتتكسر مش هتشتغل، فيحصل فيلير من الاكشن بتاعها. يبقى خلي بالك كده من الدراج انتراكشن ده. الدراج انتراكشنز الباقيه كلها برضو احنا قلناها يمكن غالبا باربيتوليت مع اسبرين سموها ايه؟ بوتنشيشن، صح. باربيتريت مع دواء تاني بينيم زي الكحول مثلا، يحصل اديشن او سينرجيزم. باربيتريت مع كافيين، ايه اخبارهم دول؟ دوين مختلفين اشتغلوا بطريقتين مختلفين، واحد بيهدي واحد بينشط، يسموها فيسيولوجيكال انتاجونيزم، صح؟ عكس بعض بس كل واحد في مكان، فيقول عليها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. قبل ما ننسى بقى اخر عيب فيهم لو حبيت تعرف، تيراتوجينيك. مجموعه الباربيتريتس زي البنتودازيبينز كده كانت بتعمل مشكله لو تاخده في اول 3 شهور من الحمل. خلصنا كده بقى من الفضلات. حاجه ما لهاش امتى؟ يعني انا جربت ادي الدواء ده للعيان كمنوم او طول في الانستيزيا، لقيته ما بينامش، بالعكس مصحصح، يبقى انا عرفت ان هو مشكلته ايديوسينكراتيك. لكن كانوا دي بريدكتد، ما دي عيوب بقى الايديوسينكراتيك رياكشن، ما اقدرش الكلام بقى دي. نعم؟ صح، برافو عليك. يعني من الاسئله اللي ممكن تبقى في الشفوي ان شاء الله في الاخر كده لما نجمع، هو من الحاجات اللي ممكن استعمله فيها في باربيتول الناس اللي عندهم جوندس، هنقولها ان شاء الله احنا بنتكلم في الانتي بايوتكس. نيوريتا الجوندس ده محتاج ينشط ليباتيك مايكروزومال انزايمز. الدواء اللي جاي بقى دواء سهل كده عشان الام سي كيو، بنسميه كلورال هايبريت. الدواء ده زي ما قلنا المره اللي فاتت كده هو بيتحول لاكتف ميتابولايت اسمه تراي كلورو ايثانول. صوت يا جماعه ارجوكم. هو في حاجه يعني في حاجه ولا جاب لكم هوا، اجيب لكم شاي، اجيب لكم هوا ولا شاي ولا اثنين؟ لو في مشكله والله في التكييفات اللي عاملين فيها زي ما انتم عايزين، مش بتاعتنا يعني، اللي عايز يفتحها يقفلها يعمل اي حاجه، بس عايزين نبي شيء بس بالتركيز كده عشان لسه عندنا جزء كبير في الادويه جاي. الدواء اللي بنسميه كلورال هايدريت، الدواء ده بيتحول لاكتف ميتابولايت اسمه تراي كلورو ايثانول. ويمكن قلنا المره اللي فاتت من اسمه كده هو شبه الايثانول، شبه الالكحول. الدواء ده هيبنوتيك سيف الى حد كبير، فممكن يتاخد في الاكستريمتيز اوف ايج، الناس اللي عندها مشكله ارق سواء في الاطفال او الكبار، الدواء ده ما فيهوش مشاكل قوي، بس عشان طعمه مر قوي هو لازم يتحط مع عصير او مع لبن. هو طعمه عامل زي الخمره، كلنا طبعا عارفين طعمها وحش قوي، فعشان كده
بالذات في الاول زي ما قالوا امبارح كده، بالذات في الاول بيبقى طعمها طيب. فبنحط بقى عليها شويه عصير شويه لبن عشان نظبط الدنيا. الدواء ده هيباتيك مايكروزومال انزيم اندوسر. انا سالتهم امبارح سؤال حلو ما جاوبونيش قوي، هو الكحول ده وضعه ايه في الهيباتيك مايكروزومال انزيمز؟ الكحول از هيباتيك مايكروزومال انزيم اندوسر طالما في الجرعات العاديه، يعني كل يوم كاس كاسين ما نزودش عن كده. لكن لما توصل لتوكسيك دوز اوف الكحول، الكحول يبوظ الليفر، فيبقى تحول الى هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. وده من اسباب التعود بتاع الكحول. هو الناس بتتعود على الكحول وبتدمنه لاكثر من سبب، من ضمنها ان هو نفسه هيباتيك مايكروزومال انديوسر. الدواء ده بيعمل شويه ريدكشن اوف ريم، فبيحصل معاه هانج اوفر تاني يوم. الاجانب يهتموا قوي بالمعلومه نمره 2 دي، او اسف الاخرانيه في الكتاب يعني. ما تديهوش مع دواء تاني بيهبط السي ان اس. واشهر دواء الناس بتاخده بره كعاده هو الكحول. لو اخدت الدواء ده تحول لترايكلور ايثانول واخدت معاه ايثانول، يحصل مارك ديبريشن في السي ان اس، ممكن يموت. وكتاب القسم مسميه كده، الاسم بقى الاجنبي بتاع الحاله دي اسمها نوك اوت. نوك اوت دي معناها ان العيان اخد الضربه القاضيه بقى، يعني خد حاجتين هبطوا البرين فدخل في ديبريشن في الفايتال سنترز. يبقى ده بالنسبه للترايكلور ايثانول او الكلورال هيدريت. الانتي استامينكس كلنا عرفنا دورها كمنومات، بتتاخد في الارق المؤقت، حاجه اسمها سيتويشنال انسوميا. الادويه دي كلها فيها ميزه انها مش محتاجه بريسكريبشن، او تي سي درجز ما بتعملش ادمان. وعرفنا ان ليها اذر اكشنز بقى شغلهم كانتي هيستامينكس او انتي الرجيك وانتي ايميتك واتروبين لايك، كلام اتقال كتير قوي. طبعا اساميهم القرارات كتير قوي، دايفن هيدرامين ودايمن هيدرينيت وحاجه اسمها البروميثازين والهيدروكسيزين، كلهم بالنسبه لنا ار سيديتنج او فيرست جنريشن انتي هيستامينكس. مين ما ياخدهمش؟ مين عنده ارق ومؤقت وكل حاجه ومش قادر يديله انتي هيستامينك؟ الكار درايفر مش نايم صح؟ ماشي. بس الاهم من كده العيان الممنوع فيه الاتروبين، مش كده؟ هم ليهم اتروبين لايك اكشن، كانك بتدي له اتروبين بالظبط. ممنوع في الناس اللي عندهم جلوكوما او بنايم بروستاتيك هايبر بليز. خلصنا كده بقى من الهيبنوتكس. اخر جزء بقى في الموضوع ده قبل ما ندخل على حاجه ثانيه، يعني حاجه بنسميها الانجيوليتكس. احنا بنشرح فيهم من زمان مش كده؟ الباربيتريتس والبنزودايزبينز والكلام ده، لكن اللي موصوفين حاليا كانزيوليتكس، يعني ايه انزيوليتك؟ يعني انتي انزايتي. يعني ايه انتي انزايتي؟ يعني ماينور ترانكلايزر. يعني ايه ماينور ترانكلايزر بقى؟ يعني بيعالج القلق والتوتر، صح؟ بيعالج انزايتي او نيرفس ديس اوردر، بيعالج الفوبيا، بيعالج البانيك، بيعالج الناس اللي جالها بوست تروماتيك ديس اوردر زي ما قلنا قبل كده. طيب عندنا ثلاث مجموعات، مجموعه خلصنا منها ان شاء الله اللي هي البنزودايزبينز كلها اتذكرت، ودواء قديم شويه اللي هي مجموعه البيتا بلوكرز. يا ترى مين في البيتا بلوكرز اللي ينفعني كانتي انكزايتي؟ لازم يكون، هو يستحسن يكون نون سيلكتيف، بس لازم يكون ليبيد سوليبل، صح؟ لازم يقدر يعدي البلاد برين بارير. اكتر واحد بينطبق عليه الشرطين دول هو البروبرادرول. يقفل بيتا واحد واثنين ويشتغل كويس قوي على البرين اللي هو لايكوفيل البيتا بلوكر. المرة بقى نخلص منهم كده، هو امتى بدي بيتا بلوكر في الانكزايتي؟ لو عندي حاجه اسمها سيتويشنال انكزايتي، سيتويشنال يعني حاجه ليها علاقه بمواقف. كتاب القسم كاتب لك حاجه مضحكه شويه، درايفنج ان كراودد ترافيك. ده ايه ده؟ حاجه تخلي الواحد ياخد مهدد؟ مفيش حاجه، احنا عادي عايشين عادي يعني. هو جماعه الاجانب يمكن بيتوتر شويه لو سقف الزحمه واخد على البراح، وتلاقي نفسك لوحدك وبعدين تلاقي ناس جنبك فتتخض، لكن احنا ما عندناش مشكله. بالظبط، ممكن اخده لو انا لقيت الطريق فاضي. الحاجات الثانيه في بعض الجراحين بياخدوهم. الميزة الادويه دي ايه بقى؟ انها بتقلل كل اعراض التوتر. سواء بنتكلم على سايكيك، شعوري ان انا قلقان ومتوتر وخايف ده، او بتكلم على فيزيكال، او بتكلم على اعراض مثلا زي التريمورز، زي التاكيكارديا، ضربات قلب سريعه، ضغط عالي. هو البيتا بلوكرز ميزتهم يعالجوا كل اعراض القلق والتوتر. بياخدوهم بعض الجراحين، حد عارف السبب؟ يعني قبل الجراحه كده اخد البيتا بلوكر عشان التريمورز، يعني هو هيهديه وابقى مش قلقان وانا بشتغل، بس اهم حاجه ما عنديش تريمورز وانا بعمل عمليه. بياخدوهم في بعض الرياضات، رياضه الشوتنج اللي هي الرمايه يعني برضه عشان الهزه دي، ورياضه البولينج. عارفينها مش كده؟ بولينج اللي هي بتاع اللي عامل زي البطيخه دي.
ارفعوا فيها كده وتزغط بتاع كده تجري كده، وغالبا بتجري يا في البجره ده في البجره ده، يعني صعب انها كده. انا معايا الحقيقه ببقى شايف حاجات بيضه هناك كده عايز ارميها عليها، بس زي ما مشيت كده في ايه في الحاجات البارل دي شكل وحش يعني. بس ساعات بقى الناس المحترفين ياخدوا الدواء ده عشان ما يحصلش اي هزه وهو بيرمي، ممكن يبقى نجربها برضه. في ناس بياخدوها اللي هم الموسيقيين اللي بيعزف على آلات موسيقية، الناس اللي بيواجهوا الجمهور الممثلين والمطربين والحاجات دي، اللي هو متوتر قوي ياخد الأدوية. أعرف أساتذة عندنا قبل ما يجي ولا بلاش؟ طيب بياخدوه ساعات في أغراض تانية يعني عشان يروق عليه بعد التسجيل إن شاء الله. لا في ناس من يعني في اجتماع عندنا كده اسمه مجلس القسم، اجتماع كل شهر غالبا في في توتر وخلافات وبتاع، ففي ناس بتنفعل شوية فقبل ما يجي يروح واخد قرص البروبايرول يبقى قاعد لهم بقى كده ايه يعملوا يعملوا بقى. ده بالنسبة للبيتا بلوكرز. الدواء بقى وعلى فكرة حد بقى كتير قوي بيسألني في الامتحانات، احنا لو جالنا قلق وتوتر لا سمح الله يعني وقت الامتحانات ناخد ايه؟ ناخد ايه؟ ايه؟ ناخد بنزودايزابينز؟ بلاش بنزودايزابينز عشان الامنيزيا هننسى ويمكن نتعود عليها ونستحلاها وندمنها ونبقى مستقبلنا ضاع بقى وبقينا مدمنين وبتاع. الحاجة الظريفة قوي في التوتر بتاع قبل الامتحانات ده هو الاندرال اللي هو الاسم التجاري بتاع البروبايرول، هيقلل التوتر والقلق والكلام ده. ولا مش هنايم، خلي بالك ده انزيوليتك مش هيبنوتك، يعني ده اللي بيقلل القلق والتوتر بكل اعراضه بقى السايكيك والسوماتيك وكل حاجه من غير ما يعمل لا امنيسيا ولا تعود ولا اي حاجه. ده بعدين بقى ما هو هيعمل مشاكل على البلاد بريشر وعلى الهارت ريت ومش عارف ايه، بس الكلام ده لو اخدته في فترات طويله. اخر دواء بقى يلا ده ممكن تاخد على فكره في الامتحانات ده، وانا هنقول ان شاء الله دلوقتي ده اعرف ناس كتير جدا من زمايلنا بالذات في امتحانات العصيبه شويه، امتحان الدكتوراه والامتحانات اللي فيها مشاكل جامده يعني، ياخدوا الدواء اللي اسمه البيوسبايرون ده. هو ليه اسم تجاري اسمه البيوسبار او البوسبار، من اشهر الانزيوليتكس اللي موجودين في الطب حاليا. خلي بالك بس قبل ما نتكلم على البيوسبايرون ده، صوت يا جماعه عشان محدش يغلط في الشفا ان شاء الله، البيوسبايرون ليس له اي علاقه بالجابه. انت فاكر البنزودايزابينز والباربيتريتس والبي زد اجرس والكلام ده كله كان كله جابه ميميتك صح؟ ينشط شغل الجابه. البيوسبايرون هاز nothing تو دو وذ جابا ريسبتورز ولا بالجابه ترانسميشن. بيشتغل ازاي بقى؟ بص في المربع اللي في الكتاب كده هتلاقيه كاتب البيوسبايرون بيشتغل كاجونست صح؟ صح اجونست على حاجه اسمها سيروتونين ريسبتور. لما تنزل تحت شويه وتقرا الميكانيزم اكشن بتاعه كشرح هتلاقي مكتوب عليه بارشال اجونست. هو عليها خلاف بس اللي عايز اوصله لك ان انا بدي الدواء ده تو ستيميوليت سبيسيفيك تايب اوف سيروتونين ريسبتور، يعني عايز يشتغل كايه؟ كاجونست. في كتب بتقول بيشتغل كاجونست على طول كده طول وقته، وفي ناس بتقول لك لا ده بيستيميوليت وبعدين يقفل. انا بيهمني شغله از ستيمولنت او از اجونست. طيب هو بيشتغل على نوع من السيروتونين ريسبتورز اسمه ال 5-HT1A. قبل ما اشرح لك بس انا عايزك تفكر معايا، هو السيروتونين ده حاجه بتنشط وتزود المزاج وتصحصح ولا حاجه بتهبط وتنيم؟ السيروتونين ده واحد من المونو امينز المشهوره قوي في البرين، زيه زي الدوبامين والنور ادرينالين اللي بيعمل سي ان اس ستيميليشن، يعمل يوفوريا ويعمل اكسايتيشن ويعمل صحصحه والكلام ده. طيب ازاي ادي دواء يشتغل كاجونست على سيروتونين ريسبتور عشان يهديني؟ حد يقدر يوصلها ولا هنضيع وقت كتير؟ ازاي ادي دواء بيشتغل على سيروتونين ريسبتور وتكون النتيجه ان انا اقلل القلق والتوتر مش يزيد؟ لا هقول لك حاجه بقى، فاكر انت في الاوتونوميك ريسبتور كان اسمه الالفا 2 اللي هو كان غالبا موجود بري سينابتك، يعني ادي عندي خليه عصبيه اهي وعندي خليه عصبيه وراها، كويس؟ الحته دي اسمها السينابس. بيطلع من هنا كيميكال ترانسميتر اسمه نور ادرينالين. يشتغل على ريسبتورز موجوده بعد السينابس كان اسمها بوست سينابتك الفا وبيتا والكلام اللي انت سمعته زمان. بس كان في على العصب ده نفسه اللي بيريليز نور ادرينالين ده عليه ريسبتور اسمه بري سينابتك الفا 2.
كانت وظيفته ايه لو انتوا فاكرين بقى؟ كان يعمل حاجه اسمها اوتو ريجوليشن، يعني لما يطلع نور ادرينالين ويشتغل عليه يقلل خروج النور ادرينالين، صح؟ كان نوع من الفيدباك او نوع من الريجوليشن بتاع الكيميكال ترانسميشن. بالظبط نفس الفكره في السيروتونين. يعني عندي هنا خليه عصبيه بتطلع ماده اسمها 5HT بيشتغل على العصب اللي وراه. بس العصب ده نفسه اللي بيقيس السيروتونين ده عليه حاجه اسمها Presynaptic 5HT1A ريسبتور. يبقى عمل ايه في السيروتونين؟ لما ادي دواء من بره وشغل الريسبتور ده عملت ايه؟ قللت السيروتونين ريليز، ولما قللت السيروتونين القلق والتوتر قلوا. فهمناها يا جماعه؟ يبقى هو طريقه شغله اجونست. لو قلت في امتحان اجونست او قلت بارشال اجونست الاثنين ماشي الحال فيهم، بس انا اللي يهمني انه بينشط الريسبتور. ولما يشغل الريسبتور ده الريسبتور ده يقلل خروج السيروتونين فروم ذا بري سينابتيك نيورونز، فيقل شغله بقى اللي هو بتاع الانكزايتي والكلام بالسي ان اس ستيميليشن. صعبه؟ الدواء ده على فكره عليه خلاف كبير جدا في الكتب، يعني اللي انا بقوله ده حاجه يمكن ما تكونش مكتوبه في كل الكتب، بس انا المفروض تعرفه. ان هو طريقه شغل الانهبيتوري. تفتكر بيشتغل على انهي جين بروتين؟ صح. هو عشان يعمل انهبيشن، يعني عشان يقلل الريليز بتاع كيميكال ترانسميتر لازم يكون بيشتغل على جي اي بروتين. يبقى الريسبتور بتاعه اللي موجود على الخليه العصبيه لما يشغل جي اي، والجي اي ده يقلل ادرينال سايكليز، فيقلل السايكليك ام بي، فيقلل خروج الكيميكال ترانسميتر. صح؟ طيب بص على الدواء ده بقى كده مزاياه وعيوبه. الدواء ده فيه ميزه مهمه قوي بيعتبروها في بعض الكتب اهم ميزه، انه انزيو سيلكتيف، اللي موجود عندنا في الكتاب وتحتها خط. يعني عايز يقول لي ايه؟ انزيو سيلكتيف يعني ما بيعملش اي حاجه غير انتي انكزايتي. يعني فكرني كده، هم البيتودازيبينز والباربيتريتس كانوا بيعملوا ايه تاني؟ صح. الدواء ده ما بيعملش سيديشن، وما بيعملش دراوزنس، وما بيعملش هيبنوزس، وما بيعملش اتاكسيا، وما بيعملش امنيزيا. كلها مزايا مش كده؟ يعني لا هيهديك ولا هي، لا قصدي يعني هيهديك ان شاء الله، بس قصدي لا هيدوخك ولا هينيمك ولا هيجيلك لخبطه وانت بتعمل موتور اكتيفيتي ولا هينسيك. المجموعه بتاعت البنزودازيبينز والباربيتريتس كان فيها مشكله توليرانس وديبندنس. صحيح في الباربيتريتس كانت اسرع واعنف، لكن موجوده في كله. الدواء ده مينيمال توليرانس اند ديبندنس، وفي كتب كاتبه ما فيش ريبورتد توليرانس ولا ديبندنس. يبقى دي ميزه حلوه، اقدر استعمله بقى وقت الامتحانات، مش خايف ان انا اتحول الى مدمن. هيقفل بعد كده؟ بيقال الموضوع اصلا كومبليكيتد قوي، بس اللي انا اعرفه في الكتب ان هو اجونست الحقيقه. يعني بارشال اجونست دي في كتب كاتباها، بس هو الاكشن بتاعه از ان اجونست. يبقى دي كلها مزايا. العيوب بتاعته ايه بقى؟ اتفضل. لا هو بيعمل حاجات ثانيه بس مالناش دعوه بيها بقى. هو ليه شغل على الدوبامين ريسبتورز، وليه شغل على حاجات جلوتاميت وغيره. ليه؟ صح. بس هو يعني لما اتاخد ليريكلي عمل انتي انكزايتي افكت. هو بيقال ان ليه اذر اكشنز، اللي هو القصه بتاعت فاكرين السيليكون ده كانت مشكلته ايه في الحياه كلها يعني؟ ان ليه انواع كثيره جدا من الريسبتورز، فاكرين كانوا سبعه على الاقل، وكان في سب تايبس من معظمهم. فممكن لما يشتغل على اذر تايبس اوف ريسبتورز يعمل شغل تاني، او يعمل حاجه عكس، ويشتغل على دوبامين ريسبتورز يعمل شغل تاني. فبس عشان على قد الموضوع بتاعنا كده افتكر ان هو اجونست على نوع اسمه 5HT1. ايه بقى العيوب اللي في الدواء ده؟ يعني هو الدواء ده مليان مزايا هوكا انجيوليتك مش كده؟ مفيش تعود، مفيش ادمان، مفيش نوم، مفيش نسيان، مفيش اي حاجه. بس عيبه ديلايد اونست. العيب الاول فيه انه بيشتغل بعد على الاقل اسبوع او اثنين. بيشتغل بعد فتره طويله شويه، فعشان كده لو هناخده ان شاء الله قبل الامتحانات خدوا بدري بقى، يعني خدوا بدري شويه. ما تجيش بقى ليله الباثولوجي يقول لك بقى بيستورد، يبقى ما فيش، ما عملناش حاجه. تعالى قبلها بشويه كده وخد الدواء ده. ما فيش نوم بقى، وما فيش نسيان، وما فيش ادمان ان شاء الله. العيب الثاني فيه ما بيعالجش اي حاجه ثانيه. هو بيعالج بس حاجه اسمها جنرالايزد انكزايتي سيندروم، ولا يعالج لا سكيلتال ماسل سباز ولا تشنجات ولا صرع ولا اي حاجه خالص. ده يبقى ده بالنسبه للدواء اللي بنسميه البيوسبايرون. ذاكرت عليه اسئله كتير جدا في الكتاب بتاعنا. اسئله الام سي كيو النهارده ببص كده بسرعه لقيت يعني معظم الاسئله بتاعت الجزء بتاع الانزيوليتكس ده. طبعا البيوسبايرون كلها مهمه، لكن البيوسبايرون ده عليه اسئله كتير قوي. خلصنا كده بقى من البيوسبايرون. بس قبل ما تقلب، هو ليه عيوب؟
وعايزك تبص كده على العيون اللي فيها كده. ايوه، اول عيب فيه مكتوب ايه؟ توتر. حاجه بقى من يوم مش فايق بقى ايه؟ هو بيعمل نيرفسنس وبيعمل تاكيكارديا وبيعمل نوزيا وبيعمل حاجه اسمها مايوزس. مش مهم بقى، خلينا في حته النيرفسنس والتاكيكارديا. ازاي ادي دواء يعالج القلق والتوتر وهو بيعمل لي قلق وتوتر؟ لا، كلمه بارشل اجنوس لا تفسر الموضوع، ومش عايزكم تفكروا كتير هو بارشل اجنوس، افتكروا دايما هو غالبا اجنوس. هو النيرفسنس بتبقى في بدايه العلاج اللي هي الفتره بتاعت اسبوع او اسبوعين ما اشتغلتش فيهم دول، وليها اكتر من تفسير. بس في تفسير اللي هو مش عايز اقول مقنع، بس هو يمكن اكثرهم اقناعا. يعني الدواء ده في الليفر، هو بيحصل له ميتابوليزم، بيدي اكتف ميتابولايت، مش مهم اسمه. الاكتف ميتابولايت ده بيروح في البرين ويقفل ريسبتور اسمه الفا 2. وصلت ولا لسه؟ الدواء ده في الليفر بيديني اكتف ميتابولايت. الاكتف ميتابولايت ده بيمشي مع البلاد سبلاي ويعدي البلاد برين بارير ويروح في البرين يقفل ريسبتور اسمه الالفا 2 ريسبتور. فكرني بقى الالفا 2 ده اللي كان موجود سنترال، ده كان بيعمل ايه في السيمباثيتيك او الفلو؟ بيقلله، كان دور انهبيتري مش كده؟ لما تقفل الريسبتور ده يحصل زياده شويه في شغل سيمباثيتيك، فيحصل ايه؟ توتر وتاكيكارديا، صح؟ ويمكن تلاقي الضغط عالي شويه، شغل السيمباثيتيك العادي بقى. طب ليه ده مؤقت؟ ليه بعد شويه مش هيحصل الكلام ده؟ هيكون ابتدى شغله الطبيعي از اسيريتونين اجونست. فتلاقي دايما العيال يقول لك انا ما خدت الدواء ما ارتحتش، قعدت اسبوعين كده حاسس بنفس القلق والتوتر ومش عارف ايه. غالبا التفسير بتاعها مش من الدواء نفسه، ان هو بيديني ميتابولايت، اكتف ميتابولايت بيشتغل باي بلوكينج السنترال الفا 2. في كلام تاني بقى على ان هو بيشغل اذر تايبس اوف سيريتونين ريسبتورز. ما تشغلش بالك بقى، اذا كنت ان شاء الله هتشتغل كامراض نفسيه وعصبيه هتذاكر الكلام ده بشيء من التفصيل، لكن على قد سنه ثالثه كده يبقى هو بيعمل نيرفسنس وتاكيكارديا وجي اي دي ديستربنس زي نوزيا وغيره. ولو حد سالك في الامتحان هو ليه عمل نيرفسنس، يبقى غالبا عشان الميتابولايت بتاعه اللي اشتغل از بلوكر اوف ذا سنترال الفا 2. خلصنا كده بقى من الفضل. ما هي فكره السيليكون ريسبتورز دي بقى قصه السنسيفيتي. دايما البري سينابتيك ريسبتورز فيها مشكله سنسيفيتي شويه، يعني عشان تبتدي تحس بالدواء او تبتدي تعمل اكشن بتاعها عايزه وقت شويه. لكن الميتابولايت ده لا بيشتغل، خلي بالك ان الالفا 2 السنترال دول بوست سينابتيك بيشتغلوا بسرعه، لكن الموجود بري سينابتيك بتاع السيليكون ده عايز وقت شويه. يعني هو لو بيشتغل على السيليكون ده بيبقى واقف ولا لا؟ هو مش بيقف، هو الفكره ان الاكشن ده بعد اسبوعين هيبقى البريدومينانت اكشن. بعد اسبوعين ده بالظبط الاكشن بتاعه كانزيوليتيك اوفر كمز الاكشن بتاع الميتابولايت.